للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. يا دكتور أهلا بحضرتك في هذه التغطية. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. بتشوف إزاي تطورات الوضع في قطاع غزة وجهود مصر المستمرة حقيقة مع انشغالها بكل الشواغل الداخلية للدولة المصرية، لو هنتكلم عن انتخابات، أزمة اقتصادية بيمر بيها العالم كله، ولكن مصر بتضع ملف قطاع غزة أو هذه القضية على عاتقها وبتهتم بيها اهتمام كبير وبترفض الحقيقة التهجير لإخواتنا الفلسطينيين بشكل قاطع إلى سيناء أو أي مكان آخر في المنطقة. بتشوف الجهود المصرية متواصلة إزاي؟ تفضل يا دكتور. يعني أولا مصر أثبتت من خلال هذه الفترة، فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنها أكثر الدول فهما وعمقا في قراءة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في يوم 8 أكتوبر، يعني بعد الحرب، بداية الحرب بيوم واحد، مصر أصدرت بيان حذرت فيه من أمرين. الأمر الأول هو أن استمرار الحرب على قطاع غزة قد يتمدد ويصل إلى مناطق أخرى، وأيضا حذرت فيه من أي محاولة تهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم. هذا الأمر يشكل خط أحمر بالنسبة لمصر والأمن القومي المصري. ومصر قالت أن تهجير الفلسطينيين يعني في النهاية هو تصفية للقضية الفلسطينية، لأنه كما تعلمين الدولة تتكون في الأساس من ثلاث أشياء رئيسية: الشعب والأرض والسلطة والحكومة. عندما تقوم إسرائيل أو تسعى إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، هي تريد تصفية القضية الفلسطينية حتى لا يكون هناك فلسطينيين، يعني أرض بلا شعب مثل ما قال الرئيس السيسي. تفضل. بالضبط. وبالتالي إسرائيل كمان لديها مشكلة، هي كانت تتحدث عن هذا الأمر منذ فترة طويلة وحتى قبل 7 أكتوبر، وكانت تقول أن عدد الفلسطينيين بدأ يزداد في أراضي فلسطين التاريخية. نحن لدينا حوالي 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، 3.3 مليون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة لحوالي 2 مليون فلسطيني داخل الخط الأخضر أو داخل حدود 48. وبالتالي نحن نتحدث عن تقريبا تقارب أو تماثل في عدد الفلسطينيين مع عدد الإسرائيليين في أرض فلسطين التاريخية، وبعض التقديرات حتى تقول أن عدد الفلسطينيين أكبر من عدد الإسرائيليين. لذلك التهجير كان موجود في الفكر الإسرائيلي وفي الخطط الإسرائيلية وفي التصورات الإسرائيلية. وبالتالي مصر قرأت هذا الأمر مبكرا وبدأت منذ ذلك التاريخ تبني مسارا سياسيا ودبلوماسيا على كافة الصعد لخلق جبهة عربية أولا وإسلامية، ثم بعد ذلك جبهة دولية لمنع التهجير وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. لذلك عندما حذرت مصر مبكرا من هذه القضية، وجدنا قرار في جامعة الدول العربية تبنى هذه القضية بالمنطوق المصري وبالفهم المصري وبالعمق وعمق الفهم المصري لهذه القضية. تكرر هذا أيضا في القمة العربية الإسلامية في الرياض، ثم بعد ذلك رأيناه سواء في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو حتى في التصريحات العلنية. نحن شاهدنا اليوم مثلا على سبيل المثال البيان الصادر عن أو بعد المحادثة بين وزير خارجية مصر سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، تحدث بشكل واضح وصريح أن مصر ترفض التهجير، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تشارك مصر هذه الفكرة أنها ضد فكرة التهجير القصري. وبالتالي هذا نجاح كبير للدولة المصرية، كيفية صناعة موقف عربي وإسلامي ودولي رافض لفكرة التهجير القصري، هذا عمل كبير جدا واحتاج جهد كبير جدا. ورأينا كيف الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلال الدبلوماسية الرئاسية ومن خلال قمة القاهرة التي عقدت مبكرا بعد بدء الصراع، قمة القاهرة للسلام في 15 أكتوبر الماضي، وأنا في رأيي بعدها لم يكن هناك يعني أي تجمع يجمع كل هذه الدول من كافة الأقاليم والمناطق كما جاءوا في القاهرة. كانت مناسبة مبكرة جدا من مصر لتركز وتؤكد على فكرة رفض التهجير القصري. أيضا اللقاءات الاتصالات المختلفة للرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء كانت لقاءات على المستوى الثنائي أو على المستوى المتعدد. دكتور، بالحديث عن الجهود الدبلوماسية المصرية ونجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في تحول وجهة النظر الأوروبية ربما والأمريكية أيضا تجاه هذا الملف وهذه القضية، يعني نرى كم من المساعدات، بالتأكيد لا يعادل المساعدات المصرية أو نسبة المساعدات المصرية التي دخلت إلى قطاع غزة، لأن مصر بتتصدر أن هي
أكثر دولة قدمت مساعدات إلى الجانب الفلسطيني، ولكن هناك وحدات ومروحيات وطائرات وسفن وجهود إغاثية ومساعدات إنسانية من دول أوروبية، وأيضا تغير في الموقف الأمريكي. بترى الجهد الدبلوماسي المصري في هذه النقطة إزاي؟ وصل لإيه؟ يعني أولا مصر في هذا المسار كانت واضحة وكانت حازمة وصارمة في هذا الملف منذ البداية. نتذكر أنا وحضرتك والسادة المشاهدين في بداية الأزمة حاولت إسرائيل أن تخرج أو يخرج حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة دون دخول المساعدات. مصر أصرت كان شرط المساعدات. كان شرط أن تدخل المساعدات أولا، وهذا نجحت فيه مصر بشكل كبير للغاية. أيضا المسار الإنساني تقريبا تصدر كل القرارات الصادرة سواء من الاتحاد الأوروبي، القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل الاجتماعات كل المسؤولين على كافة المستويات العربية والإسلامية على المستوى الأوروبي حتى الولايات المتحدة الأمريكية، نجحت مصر في فرض السردية المصرية والرؤية المصرية أن المسار الإنساني يجب أن يتصدر كافة المسارات، ويجب أن تدخل كل المساعدات الإنسانية والدوائية إلى الشعب الفلسطيني. لذلك نحن رأينا مرت كل هذه الأيام من الحرب، لكن أذكر حضرتك أن أكبر وآخر النجاحات المصرية في هذا الأمر هو إصرار مصر على فتح معبر كرم أبو سالم. كما تعلمين وعلم السادة المشاهدين، معبر رفح في الأساس هو معبر للأفراد وليس معبر لدخول المساعدات، وبالتالي كانت تأخذ دخول المساعدات، خصوصا أنه يأخذ مسار يعني طويل جدا للوصول لقطاع غزة، كان يسير تسير الشحنات حوالي 100 كيلو. لذلك طلبت مصر وضغطت مصر أن يكون هناك معبر آخر لدخول المساعدات، وبالفعل نجحت مصر منذ يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي في دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، وهذا يضيف ويزيد من عدد الشاحنات والمساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة. حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة، إن غالبية المساعدات تدخل قطاع غزة 70% أو 80% منها هي مساعدات مصرية، لكن أيضا حتى المساعدات القادمة من الدول الأخرى أولا تحتاج إلى تنسيق، تحتاج إلى ترتيب، تحتاج إلى تخزين، لأن فكرة التخزين هذا عمل ضخم جدا بتقوم به الأطقم المصرية سواء الهلال المصري، الأهمر المصري، أو المؤسسات المجتمع المدني المصري، أو المتطوعين المصريين في العريش وفي رفح. هذا عمل كبير جدا وجهد كبير جدا يحسب للدولة المصرية والقيادة المصرية والرؤية المصرية. بالتأكيد يعني تسخير مطار العريش لاستقبال هذه المساعدات، وأيضا المجتمع المدني تعامل بكل احترافية مع هذا الملف. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية في هذا الانضمام لهذه التغطية. شكرا يا فندم.